ما من الاهلي، لكن النهارده فرقه رايح ورا 40 الف بني ادم. يعني واضح انها فرقه، يعني طبعا هي بطل البرازيل، ولكن بتكلم على شهرتها في البرازيل واضح انها تفوق الخيال. يعني عشان يروح وراها 40 الف يبقى جمهور قد ايه؟ بالظبط كده. ما انا بقول النادي الاهلي بكل جماهيريته ده راح 200 10 ساعات، انا سمعت 10 ساعات من سفر البرازيل وسفر وفلوس وتكلفه. ولكن في النهايه انا فوجئت بمستواه. فرقه كبيره طبعا يا كابتن، فرقه كبيره وكل حاجه. بتحافظ انت بتقول في الشوط الاول يعني. فرقه بالظبط كده. فهو الكابتن حسام لما لقى الفريق البرازيلي ان هو يقدر يكسب المباراه، هي الكره كده الكره، انا شفت المباراه قدامي لقيت ان الكره ان انا اقدر اكسب هذه المباراه، فرميت بابو تريكه ورميت جده ورميت وي 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 وي، وكان يستطيع ان هو يكسب المباراه في اخر نص ساعه، يكسب المباراه مش يتعادل فقط، يكسب المباراه، لانه كان دفاعيا كويس وهجوميا كويس. فلما اتغلب النادي الاهلي من في هذه المباراه وصل للمباراه اللي هي الثالث والرابع، انا من وجهه نظري ان هم يعني احنا حاسين ان احنا كنا ممكن نعمل احسن من كده، وده سبب الزعل اللي حضرتك بتقول ان هو زعل كبير جدا. طبعا من حقهم ان هم يزعلوا، لان هم مصدومين. يعني انت عارف صدمه لعيب الكوره، خصوصا ان هو كان محطوط عليه امل ان هو، لان الاربع ساعات في خلال الاسبوع اللي فات كله اللي كان بيتوحد عليهم المصريين ايه، هم ماتشات الاهلي، ماتشات الاهلي فقط، المباراه الاولى امام الفريق البرازيلي ومباراه هيروشيما والنهارده، هم دول الست ساعات اللي الشعب مزبوط. المصري توحد، المنقسم في كل شيء توحد في الست ساعات دول، اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي وكل الناس. فالناس دي اللعيبه كانت حاسه على فكره بهذا الكلام، وده انا كلام بقوله الناس عارفاه، اللعيبه كانت حاسه بهذا الكلام، كان نفسهم يعملوا حاجه طبعا لنفسهم، انا ما فيش ادنى ويفرحوا الناس اكيد طبعا، علشان يرجعوا يقدروا يقولوا ان احنا عملنا حاجه لهؤلاء الناس. عندي علامه استفهام كبيره قدام اداء عبد الله السعيد. عبد الله الحقيقه لما بيطلع على جنب من الاجنب، هو طول عمره حتى وهو بيلعب في النادي الاسماعيلي لما بيطلع على جنب من الاجنب ما بيؤديش بشكل جيد. انا لما اتقال لي التشكيل برضو امبارح قلت هذا الموضوع، وقلت ان عبد الله السعيد واحد من الناس اللي ما يعرفوش يلعبوا على الاجناب. اللعب على الاجناب ده عايز واحد يا اما سريع يا اما يعني بتلعب مع الخط، يعني انت والخط، يعني لازم تفضل تجري جنب الخط. فعبد الله السعيد ما عندوش الملكه دي، ولكن عنده ملكات تانية. عنده ملكه ان هو يقدر يباص الكوره، يعمل ثرو باس، يقدر يشوط كويس قوي، يقدر يرقص ترقيصه في يوديك بشماله، يشوط بيمينه، بدليل ان هو انا اخر ربع ساعه لما ان هو اخر ربع ساعه لما ودى رامي بره باك رايت ودخل عبد الله السعيد، لقينا عبد الله السعيد شاط شوطه بشماله وعمل ثرو باس وعمل واشتغل، واحده لسيد حمدي كان هيجيبها جول، واحده لسيد حمدي كان هيجيبها جول اللي هي الشوطه. فخلينا نقول ان عبد الله السعيد لما بيلعب في هذا المكان بيؤدي وبيبقى هايل الحقيقه. ولكن لما ابو تريكه في الملعب، لان ابو تريكه برده في نفس هذا المكان اللي هو في القلب ده، بيؤثر على اداء عبد الله السعيد، يعني بيخلي كابتن حسام يضطر يميل لعبد الله على الطرف او عبد الله من نفسه لما جنبيه ابو تريكه. والله ممكن، يعني انا برده انت دي فكره، انا برده شايف ان هي فكره جيده جدا، ان هو ممكن يكون وجود ابو تريكه وعبد الله سعيد هما نفس السمات تقريبا، حتى نفس الجسم، نفس الحركه، نفس الـ طبعا عبد الله اصغر شويه من ابو تريكه، اصغر كتير من ابو تريكه، ولكن المركز في الملعب ونفس المركز بالظبط كده. فانا المباريات اللي اداها النادي الاهلي بشكل جيد خلال الفتره اللي فاتت بالكامل ما شفتش ان الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض. دي قد تكون سبب من الاسباب ان ابو تريكه، لان ابو تريكه برضه بيجيد من داخل الملعب او من عمق الملعب، هو اللي بيعمل الثرو باس للعيبه سواء لاحمد فتحي في مباراه كورينثيانز او سيد حمدي في مباراه كورينثيانز. طيب الاهلي حتى نزول سيد حمدي فقد جزء كبير من قوته الهجوميه، ولا عماد متعب كان قادر انه يسد هذا الامر لحد كبير؟ بص انا معترض ان عماد متعب يبدا هذه المباراه من الاول لاسباب اللي احنا قلناها كلها، ان هو ما فيش دوري. كان نفسه يبدا مباراه، كان نفسه يلعب. يعني ما هو انا نفسي العب دلوقتي. يعني انا عايز العب في يعني مداخلاته معانا حتى بيقول انا بتمرن بقالي شهر ونص وما عنديش مشاكل ولا عندي اصابات ولا عندي حاجه، بس ما باخدش. ولكن عماد متعب لو في مباريات دوري اعتقد ان كان متعب هيبان بصوره